شيء منكم الحين، بس أبيكم تدعون لي، تدعون أن أنا والطفل نكون بخير، ما أبي شيء، تكفون، بس تدعون لي. قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على الصحة. شكرا حق كل شخص سأل عن خير، الحمد لله. وأقول لكم اللي صار خيرة، فرح فيها أنيميا وفيها نقص حديد، فممكن كل اللي صار هذا خيرة، الحمد لله على كل حال. أنا فرح مؤخرها عن السوشيال ميديا، مخليها تاخذ شي راحة واستجمام يوم، وإن شاء الله بذهب لها مفاجأة، يا رب يسعدها هذا الشيء. بيني وبينكم إن شاء الله راح نسافر إن شاء الله قريب، والحمد لله على كل حال. ودائما متعودين علينا إيجابيين، ونحب الضحك ونحب الوناسة، فمن يوم ورايح حق متابعين عقيل وفرح، ما نبي منكم غير دعائكم والكلام الطيب. مرات تصير معاك مشاكل في الحياة، شيء شر شيء زين، بس تحمد ربك، خلك دائما إيجابي. ممكن هذا الشيء اللي صار معانا خلاني أتقرب من رب زيادة. لسه العمر قدامنا طويل مثل ما يقولون، الحمد لله على كل حال. وإحنا تونا شباب بعمر الزهور، ومشكورين على كل كلمة وكل دعاء قلتوا لنا، يا أنتوا بالنسبة لنا أهل فقط لا غير، أنتوا أهلنا ونحبكم وايد. وصدقوني فرح إن شاء الله أنا ما بعطيها هذا التليفون أخيرا، بقول لكم إن فرح باكر راح تستلم التليفون وراح أعطيها إياه وتقرأ كومنتاتكم، ففرح تستمد قوتها منكم ومني أنا، فما تبي منكم إلا الكلمة الطيبة وبس. يعطيكم العافية.